عقدت اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية حفل ترقية لرتبة الجنرال في بكين اليوم الجمعة. وقد منح رئيس اللجنة العسكرية المركزية سي جين بين الرتبة للضباط. قرأ نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية فان تشانلون أمر ترقية رتبة الجنرال الذي تم التوقيع عليه من قبل رئيس اللجنة العسكرية المركزية شي جي بين. وترأس نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية تشو تشي ليان مراسم ترقية الرتب. الضباط الذين تم ترقية رتبهم إلى جنرال هم قائد المنطقة العسكرية الوسطى هان وي كو، والمفوض السياسي للقوات البرية ليو لي، والمفوض السياسي للقوات الجوية يو تشون فو، والمفوض السياسي لقوات الصواريخ وان جيان شين، وقائد وحدات الدعم الاستراتيجي قاو جين. وحضر الضباط الخمسة إلى المنصة ومنح شي جي بين الرتب لهم. وقدم الضباط الخمسة التحية لشي جي بين وجميع الرفاق الذين حضروا المراسم. واختتمت المراسم، وفي وقت لاحق التقط الرئيس شي صورة جماعية مع الضباط الذين تم ترقية رتبهم.